أكدت وزارة الخارجية أن مصر تحترم سيادة السودان على أراضيه، ولن تتدخل يوما في زعزعة دولة السودان أو الإضرار بشعبها. وتعقيبا على ما تم تداوله إعلاميا من تصريحات سودانية تتهم مصر بدعم حركات التمرد الدارفورية، شددت الخارجية على أن سياسة مصر الخارجية تتأسس على احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم الاعتداء على الغير، لا سيما عند التعامل مع دول أو دول تربطها بمصر علاقات أخوية، خاصة مثل السودان.